في إطار نيل شهادة الماجستير، قامت إحدى الطالبات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ببحث تمحور حول اختراع وقود من زيت الخروع. كاميرا الأنباء حاولت التعريف بالمشروع. هو اختراع في مجال الطاقات البديلة رأى النور في مخابر المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، تمثل في استخراج الوقود من زيت الخروع. هذا الاختراع هو ثمرة بحث لنيل شهادة الماجستير. قمت بالبحث على نبتة الخروع، ومن زيت الخروع قمنا بإنتاج بيوديزل. وأنا معناها الموضوع هذا اقترحه عليه المؤطر متاعي وعجبني، خاطر أبليكابل نجمو نخدموه مش باش نقاسي البابي. خذينا إنتاج الزيت، وهذا الزيت خروع تونسي أخذيناه وعملنا تفاعلات كيميائية، ومن حسن حظنا أن توفقنا باش تنتجوا هالبيوديازيل. وكذلك قمنا بالشراكة مع مثلا مع المعهد الديوان الزيت في المخبر ديوان الزيت في صفاقس اللي عاوننا شوية، وكذلك الشركة الوطنية لتوزيع البترول، الشركة الوطنية التونسية، قمنا بالتجارب عندها وقمنا بخليط من الزيت اللي عملناه بعد التفاعل الكيميائي والغازوال، وتمكننا من تشغيل محركات السيارات الثقيلة. كثيرة هي البحوث التي تجرى في مخابر جامعاتنا، غير أنها تبقى على الرفوف في انتظار من ينفض عنها الغبار، لكن نتائج هذا البحث ستستثمر. بالنسبة للبحث نتاعنا هو وقع في إطار مكتب دراسات، معناتها ثم تشجيعات خاصة من برا، وهما أنهم مستعدين باش يعملوا المشروع زاد في قفصة قالوا لنا، ومش يشغلوا برشا، معناتها برشا يد عاملة، وهذا في صالحنا، وهيك الشيء اللي شجعني أنا، كيف احنا مش يشغلوا الناس، هيك الشيء اللي شجعني في صالح تونس. استثمار مثل هذه المشاريع من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية بلادنا بأمس الحاجة إليها.